فقدنا الولد بأمر الظهور يعني. الولد صارت في حالة نفسية بسبب الحرمان وسلب الحقوق. احنا طبعا اللي انا قاعد اكلمك وطبعا اهلي والاخواننا الكل الكويتيين بدون اقلبنا من حملة احصاء 65 وما قبل احصاء 65 قبل صدور قانون الجنسية، وفدينا يعني فدينا اعمارنا في كل شيء. انا كنت في الداخلية قدمت في كل ما يعني استطعت من روح لبل تحت، حتى في ايام الازمة وفي قصص طبعا ما نشرت ولا مخفية حق الناس، انه يعني صرنا من فدائيين البدون وطلعت وضعت في دار وحالتنا يرثلة. اما بالنسبة لعايد، عايد يعني يشوف الشباب كلهم اللي حوله حواله كلهم يعني روح ما يكون. الولد سيارة خربانة وتأذى ورد يبكي من هناك وبطاقته حتى بطاقته منتهية، يعني ما قاعد يجددون له أضعف الإيمان البطاقة الأمنية يسمونها بطاقة شخصية. ما في ديرة بالعالم، ما في يعني ديرة بالعالم ما يعطونا بطاقة شخصية، حتى عزكم الله الحيوان يعطونا بطاقة شخصية. اليوم طبعا الحكومة من زمان يعني والخاصة الجهاز العنصري من زمان يعني يستخدمون الكذب، كذب كذب حتى تصدق، يعني قاعد يكذبون من زمان. يعني صار لنا احنا فوق 100 سنة من قبل صدور قانون الجنسية واحنا مواطنين ومسجلين مواطنين، خاصة احنا اللي عملت احصاء 65 مسجلين في الأوبوت يبيعون فينا حصة نفط، وخدمنا في الداخلية وكنت في المغامرة بخلية محمد مبارك الفجي، ولي إخوان شهادة اثنين يعني مو راضين إن يخلونهم شهادة لأن مدنيين في حالات كثيرة. يعني شو اللي يبونه من عندنا؟ احنا قاعد نفتيهم بأعمارنا، هذه بلدنا وطننا، الأرض هذه احنا نفتيها، نموت على الأرض، نموت على الكويت. الكويت يعني كنا قاعد يطلعوننا أعداء حق الكويت.